انت اللي جابك هنا؟ ها؟ اللي جابك؟ جاي اعمل الواجب. محدش دعاك، يبقى تغور في 60 ده. جرى يا عريس؟ انت مش جيت لحد عندي وعزمتني؟ اديني جيت. تأمرنا بحاجة يا ربيع بيه؟ لو جاي نوع على شر، اديك شايف اللي ممكن يجرى لك. احسن لك تاخدها من قصرها وتطلع بدل ما تطلع على ظهرك. بقول لك يا ربيع بيه، ما حدش يقدر يلمس بحر، ولا هيلمسه كلنا هنوقف له. جرى ايه يا ولاد؟ ده انتوا ولاد بلد وحده، وما يصحش اللي بيتقال ده يا ربيع بيه. جرى ايه يا حاج عرفان؟ ده زي يبوظ الفرح. صدقني يا ولدي، بحر مش نوع على شر، ده جاي يبارك. يا سيدي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا بحر، خد واجبك وفرقنا. مش قبل ما حي العريس. عايز ايه يا بحر؟ ولا حاجة، هنحط بسوا راجل لراجل. حج عرفان، بحر كيف ولدك؟ عجله وبعده عن هنا، خلي الليلة دي تعدي على خير. يلا يا بحر اكسر الشر يا ولدي. مش قبل ما حي العريس يا بوي. انا قدامك اها وعصايتي مرفوعه. تعال يا بوي. يا مري، شايفه يا امه؟ شايفه اللي هيحصل بسببها؟ شايفه يا بنتي، شايفه. قلت لك هقول لك مبروك على طريقتي. مبروك يا حاج جرحي، ربنا يتم بخير. مبروك يا مجاهد. هم يابا، هم ابوه أملني يا إيمة، أملني.